بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، آمين. النهاردة إن شاء الله بنكمل الموضوع ونختتم الكورس الأول. تكلمنا طبعا بالتفاصيل في نقط كتيرة، وشفنا كيفية التحايل بأكتر من طريقة من أجل التشبث أو بسبب التشبث بنفس الفكر ونفس التعاليم اللي مش مظبوطة. فإزاي الأول بدأ يبقى فيه ادعاءات وتأويل لمصالحة 433 في كيفيتها ومضمونها خلاف للواقع، وشفنا ردود البابا كيرلس بنفسه على هذه الادعاءات، وقصدت ان نسمع صوته هو نفسه مش صوت حد آخر، وخصوصا دي نقطة خلافية كتير يرددوها بحسن نية وأحيانا بدون حسن نية. فأردنا أن يكون الصوت المعلن والظاهر هو صوت البابا كيرلس نفسه، وإزاي بعد كده أن في 435 تم نفي نسور لصعيد مصر، والناس اللي كانوا أو الكليروس اللي كانوا لم يدخلوا في سلام وشركة مع الكنيسة الجامعة الرسولية، اضطروا تحت الضغط مش عن إيمان لأن كانوا مهددين ان يقعوا تحت طائلة القطع من الشركة تماما والنفي، وبقى في تجريم كمان، يعني صدر امر امبراطوري بعدم تداول تعاليم نسور. فدخلوا في حيلة اخرى ان قالوا احنا لينا ايمان اساقفة الاسكندرية وانطاكيا والقسطنطينية وروما كده بكلام عام يعني. وزين البابا كيرلس نتيجة بقى الحاجات اللي هو يعني تعرض ليها والادعاءات والتحايلات، ما اكتفاش ان هم يوقعوا على قرارات مجمع افسس اللي هي عزل نسطور وحرم تعليمه والاقرار بان العذراء والدة الاله وبمكسم يعني وما ترتب على ذلك يعني، لكن صاغ بنفسه اعتراف إيمان صريح أقر فيه بالطبيعة الواحدة. وقلنا إن الكلام ده استشهدنا بيه من كتابات من مصادر خلقه دونية مش من عندنا، عشان ما يبقاش فيه إن احنا منحازين أو بندعي يعني. وشفنا إزاي تحايلوا على الموقف دوت ان هم بدأوا يجيبوا، قالوا سيبنا من نسطور، فجابوا يجيب بدأوا يجيبوا تعليم سيودور وديودور اللي هم اساس نسطور، باعتبار ان ما كانش صدر حكم عليهم قبل كده، وينشروها وهي نفس فكر نسطور. فكانت جولات كتيرة الحقيقة يعني، البابا كيرلس عانى كتير هو أكتر، لكن كل الأرثوذكس عانوا، لأن الخلاف لم يكن خلافا شخصيا بين البابا كيرلس وبينهم، لكن بين الأرثوذكس وبينهم، بس هم كانوا بيلتجئوا للبابا كيرلس
ان هو اللي يقود التصدي لهذا الفكر، وازاي ان يعني في اصرار كان من بعض الشرقيين بالتمسك بهذه التعليم، وشفنا الردود اللي اتقالت ايه. حتى يوحنا الانطاكي عقد مجمع ويعني اعلنوا ان مش ممكن يكفروا سيودور او غيره، فصدر امر امبراطوري ان بمنع الحكم على اللي انتقلوا. فالقديس كيرلس بحكمته قال هو طبعا الحكم اللي صدر في أفسس وأدان تعليم نسطور، فالإدانة لا تشمل نسطور وحده ولكن تشمل كل من له هذا الفكر أو تشمل هذا التعليم، سواء صدر بعد أفسس أو قبل أفسس. وقال لبروكلس يعني ممكن نكتفي بحرم التعليم، مش لازم نجيب سيرة الأشخاص، كل في كل الأحوال هما كل واحد اللي انتقل بقى في حكم الله يعني، لكن يهمنا التعليم دلوقتي. لكن صدر بعد كده في المجمع الخامس إدانات، المجمع الخامس الخلقدون يعني، لكن جولات شغالة. طبعا كان في أساقفة قديسين وأرثوذكسيين مخلصين في الشرق، من ضمنهم القديس رابولا اللي هو كان متمسك بالإيمان الأرثوذكسي وكان محب جدا للقديس كيرلس، اتنيح فرسموا بداله واحد عكسه تماما، ودي الخطة او الاتجاه اللي كان ماشي، ان كل مكان يعملوا فيه احلال ان يحرصوا ان يرسموا اساقفة معلمين لهم نفس الفكر. فهم طبعا وقعوا مش عن اقتناع، خوفا، فعشان كده بدأ يبقى فيه اسلوب من التحايل ان يرسموا اسقفة وينشروهم، مش مهم صلاحيتهم حتى من الناحية الروحية، المهم يكون لهم نفس التبعية في الفكر. ودي بتبين الحقيقة برضو زي ما قلنا في أحد المرات أو بعض المرات السابقة، إن في الغالب بنشوف أرثوذكسية الإيمان بترتبط بأرثوذكسية السيرة أيضا، الاستقامة في التعامل، الصدق، الأمانة، الأدب في الحديث حتى عن الآخرين اللي نختلف معاهم. فبدأوا يتوسعوا في النقطة دهيت بقى، وده كله كان بقيادة سؤدوريتوس بصفة خاصة، وخصوصا كان برضو يوحنا الأنطاكي انتقل واترسم بداله ابن أخوه، وكان سؤدوريتوس مسيطر عليه لدرجة عمله اللاية في أنطاكيا يقعد فيها.
فسيقدريتس بدأ يقود هذا الاتجاه، نشر التعليم اللي هي بتاع نفس الفكر بتاع السنسور وأساتذته، ويسعى لرسامة أساقفة في كل مكان يكون يخلو أو يكون محتاج رسامة. فبنقول بالرغم من أن سؤدوريتس وبعض أساقفة الشرق وقعوا على المصالحة مع القديس كورولوس والأرثوذكس بصفة عامة، لأن ما كانش خلاف شخصي، التي تقضي بحرم نسطور وحرم تعليمه، لكن توقيعهم ده ما كانش عن قناعة أو تغير في الفكر، ولكن قبولهم لهذا الصلح وهذه الشروط كانت وسيلة ماكرة ليستمروا في شركة الكنيسة ويفضلوا في وظائفهم الكهنوتية، وبالتالي ممكن يستمروا في نشر تعليمهم. وبالفعل بنقول قام سؤدوريتس ومن معه بنشاط كبير جدا، ما كانش بيكتفي بأبرشيته بس، لكن كان عمال رايح جاي في كل مكان، لدرجة ان في كتير من الأرثوذكس إكليروس، كهنة، شمامسة، رهبان، شعب، ضجوا ومش لاقين حد يلجأوله، لان ديمنوس كان بطرك أنطاكيا ماشي في نفس التيار برضو، ويوحنا قبله برضو كان هو اللي رسم هيبة. فالكل بدأ يلتجئ لمين يستنجد بيه؟ للبابا كيرلس. الكلام ده نسمعه أو نشوفه من البابا كيرلس نفسه في رسالة كتبها ليوحنا الأنطاكي، يذكر ان بعض الرهبان القديسين من أنطاكيا حضروا عنده واشاروا ان أساقفة فينيقيا كانوا يتلفظوا في الكنائس بكلمات غبية فيها علامة خبل نسطور. القديس كورولوس نصحهم بانه طالما هؤلاء المشتبه فيهم حرم نسطور وتعاليمه فهذا يكفي، قال لهم هم حرم نسطور. لكن في نفس الوقت خاطب يوحنا بيقول له ايه؟ بيقول له في الواقع انه يتضح ايضا لقداستكم اية حماقة عظيمة هذه، ان هؤلاء الذين حرموا نسطور وتعليموا كتابة ما زالوا يفكروا ويقولوا بهذه التعليم ليس فقط للجموع والإكليروس التابعين لهم، بل أيضا للآخرين الذين من ولايات مختلفة والذين يوجدوا في اجتماعات سر الشكر، يعني في القداسات. ليت قداستكم تتفضل بإزالة سبب الاصطدام برسائل عامة تحذر فيها كل الأساقفة الخاضعين لله. طبعا دي في الفترة الأخيرة من يوحنا كان موجود لسه، فكتب له القديس كورولوس. وشوفوا الأسلوب بقى الراقي التقوي، ليت قداستكم تتفضل تحذر فيها كل الأساقفة الخاضعين لله، يعني برضو بيفترض حسن النية يعني. وفي رسالة تاني برضو كتبها ليوحنا الأنطاكي بيقول له إن لونجينوس المبجل وزوجته المكرمة قد كتبوا لي أن كنائس أشورية مستائين
لأن الأساقفة والإكريلوس الذين فيها يتجرؤون بدون مخافة في الاجتماعات العامة أن يعبروا بآراء نسطور ويجعلوا أحاديثه منتشرة. في ناس أحيانا تفتكر إن القديس كيرلس ده هو اللي كان متحامل وهو اللي في عداوة شخصية وكده، لكن بيبقى قاعد في حاله يلاقي الشكاوي دي كلها بتخص الإيمان، ده حاجة مش محلية، ده حاجة تخص الإيه؟ الإيمان. فبرضه يبدأ يتبع زي ما عمل مع نسطور، ما هو كان النسطور كده، ويبعت له رسائل كلها يعني أدب واحترام وحب. فيروح بعت ليوحنا باعتباره الأسقف المسؤول عن المنطقة أو البطرك المسؤول هناك. ومرة تاني في رسالة تاني يقول ايه، بيخاطب يوحنا بطرك أنطاكيا، يقول له يحضر إلي خطابات ليس فقط من أساقفة مختلفين بل أيضا من رهبان، والكل كما لو كانوا بصوت واحد يتهمون أساقفة كيليكية أنهم ليسوا فقط نكسوا بعهدهم عن السلام الذي صار للكنائس المقدسة بمساعدة المسيح، لكنهم أيضا طردوا من الجماعة وحرموا من كرامة الشركة كهنة وشمامسة ورؤساء متوحدين حينما يتلفظون بأي كلمة في صالح الإيمان في المسيح. يعني شوفوا بقى الجبروت، مش هم بيعلموا غلط وبس، لا ده لو أي واحد نطق بتعليم مظبوط هو اللي يتحرم وهو اللي إيه؟ يستبعد. فكل ده بيلجأ لمين؟ البابا كيرلس. كتب رسالة إلى الإكليروس والكاهن لامبون، أحد الكهنة بعت له باسم الإكليروس اللي هناك. فالقديس كيرلس بيرد يقول له إيه؟ حينما حضر الشماس الجزيل الورع رئيس المتوحدين ماكسيموس، كان زمان طبعا الرهبنة مش متداخلة في الكهنوت قوي، فممكن يبقى رئيس متوحدين وأب كبير لكن كل رتبته شماس أو رئيس شمامس. رئيس المتوحدين ماكسيموس إلى الإسكندرية، فقد شجبهم كثيرا قائلا أنه ليس مكان للأرثوذكسية هناك. أنا عايزكم تبقوا صاحيين معايا قوي في الختام النهاردة. وليس هناك حرية للتكلم عن عقيدة الإيمان الصحيح، وقال إنهم يزعمون الاعتراف بالقانون الذي صاغه آباء نقيا، لكنهم يسيئون تفسيره. وقد حثني على أن أفسر بوضوح البيان التام للآباء بنقية حتى لا يضل بعض الناس بعيدا بالقوة بشرحهم للأمور بطريقة بدل أخرى، بدل الطريقة الصحيحة. وبالفعل هتلاقوا في أحد الرسائل للبابا كيرلس الرسالة دي شرح فيها قانون الإيمان. طبعا الناس لما بتقراها كده بيقولوا ده شرح قانون الإيمان، لكن ايه الملابسات اللي كتبها فيها، الظروف اللي كتبها فيها، هي دي بقى. ودي قيمة ان بندرس يعني كتابات القديس كيرلس في سياقها التاريخي، وهو اللي بيحدده. في رسالة بقى
كبيرة شوية، ما عمال الأمور تتصاعد. كتب تاني ليوحنا الأنطاكي، ودي يوريكم إن القديس كيرلس يعني مش بتاع منازعات، يعني عنده طولة بال ومحاولة للعلاج بالحب وباللطف وبالتعليم وبالشرح إلى أبعد الحدود اللي ممكن يلام فيها هي طولة بالك. فبيقول لي يوحنا الأنطاكي إيه؟ إنه شيء دار أن نكون مرهبين خايفين يعني، وأما أن نحب السلام بالحق والمنافع النابعة منه فهو أمر مختلف. في فرق بين إن احنا ندخل نعمل سلام عشان احنا خايفين، وفي فرق عن قناعة وبحق وبحب. وكذلك هو أمر ضار جدا أيضا أن نتسبب في صنع للأمور التي بها يتقوى السلام ويصير غير متزعزع، بل تلك الأمور التي تحطمه وتقلبه ولا تسمح باستمرار ما صنع السلام لأجله. إنني أكتب هذه الكلمات بأسف عظيم جدا، لأن بعض الأساقفة الأتقياء الذين قيل أنهم يحرمون نستوريوس وتعليمه الجنونية جدا يحاولون كما لو كان نتيجة تحول منهم أن يقولوا أو يفكروا بتعليمه وأن يحطموا ضمائر إخوتهم الذين مات المسيح لأجلهم. شوفوا اللهجة هنا مع يوحنا بقت أكثر يعني إيه. وأكثر من ذلك فإني متعجب كيف أنهم وهم حكماء يفوتهم أنهم عندما يحتفظون بالآراء التي رفضوها فإنهم بذلك يحرمون أنفسهم، لأن هم حرموا التعليم ده، هي توقعوا على حرمها، فلما يجوا يستمروا في اعتناقها يبقى هم تلقائيا كأنهم حرموا أنفسهم، لأنه سيكون مناسبا أن يقال هذا، وهذا ما يقرر بحق حتى إن كان يبدو ثقيلا أنهم، ولست أعلم كيف، وهم يتجسرون أن يقولوا بتعليم نستوريوس بتصريح واضح إنني لم أكن أتوقع هذا، وأنا أرغب أن أكون بطيئا في تصديق مثل هذه الحالات. مش عايز يصدق، مش قادر يصدق هما بيعملوا كده ليه، معتبرا إنها امتداد للشر. فليت قداستك تتلطف إن كان لا يزال هناك أي من هؤلاء أن تحذرهم وتدحضهم وتمنعهم من التفكير والكلام في ابتداعات نستوريوس. فكيف يحرمونها أو كيف يرغبون في بقاء السلام بينما هم يحاربونه ويقلبونه إلى سلام كريه؟ يعني خلوا السلام كأني سلام كريه، لأن بعملوا عكس ما أقروا وعدوا، واستغلوا السلام فرصة ينشطوا بها أكتر في نشر الأفكار الهرطوقية المنحرفة. وفي الواقع كان يكفي في حالة الرجال المشكوك فيهم أنهم فقط يحرمون نستوريوس الشرير وتعليمه أو تكاديفه ضد المسيح، ولكن حيث أنه من المحتمل أن البعض يخدع بهذا الفعل ويقولون أنه نستور
عزل لهذا السبب بالذات، لأنه لم يقبل أنها العذراء كانت والدة الإله ولا شيء آخر. بدأوا يخدعوا الناس، يقولوا لهم إن الصورة اتعزل كان عشان بيقول العذراء، ما بيقولش العذراء والدة الإله، رفض يقولوا العذراء، احنا نقول العذراء والدة الإله، لكن باقي تعاليمه كلها يقولوها. يقولوا لأنه لم يقبل أنها كانت والدة الإله ولا شيء آخر، لأنه يجب أن يقال أن هذا التصريح لم يكن هو السبب الوحيد في عزله، ولكن أيضا تصريحاته الكثيرة جدا التي وجهها كسلاح ضد العقائد الحق. دي كانت إحدى الوسائل اللي بيخدعوا بيها الناس، ده ما تشلش غير عشان كده بس. مظلوم. وفي إحدى رسائل القديس كيرلس إلى يوحنا الأنطاكي برضو كتب يقول، شوفوا بقى هيدخل في سؤدوريتوس، إنني افترضت أن سؤدوريتوس ومن معه من الأساقفة الخائفين لله. شوفوا البابا كيرلس رغم سؤدوريتوس عمايله دي كلها لم ينفي عنه او يتهم من الأسقف الخائفين لله، يعني ازاي يعمل كده، بس اتكلم عنه بايه، بادب. شوفوا انتوا بقى بعد كده لما نكمل الموضوع هم يتكلموا عن القديس كيرلس ازاي. انني افترضت ان سؤدوريتوس ومن معه من الأساقفة الخائفين لله نفض يده من وسخ بضع نسطور، لأنني كنت على وجهة نظر أنه حلم قد كتب واعتنق وقبل السلام في رده على رسالتي التي خطبته فيها، فهو نفسه بموافقته قد ألقى خارجا أي شيء يبدو أنه يقف عقب في طريق السلام. ولكن أتقي جدا الكاهن دانيال أفصح لي أنه، يقصد أنه هنا سؤدوريتوس يعني، أجهد نفسه إلى حد بعيد في هذا دون تغيير في آرائه التي اعتنقها في البداية، نفس فكره هو هو، ولكن تمسك بتجاديف نسطور، وهو بصراحة يكون كما لو لم يحرمه ولم يوقع على عزله. يعني استحالة أعماله دي، يقول ده واحد وقع على حرمه وعزله. وليت قداستكم تمنحني الحرية لأتكلم، حيث أتكلم بدافع الحب، فلأي سبب يكون البعض عنيدين كما لم يتبعوا الهدف الرائع الذي لوقاركم؟ ولا حتى أمور المحبة، ولكن مثل هؤلاء الذين يتركون القطيع ويتشبثون بما يبدو الأفضل بالنسبة لهم فقط، فإذا كان ما علمت حقيقي من الرجل الخائف الله المذكور أعلاه اللي هو الكاهن دانيال اللي قال له كده يعني، فينبغي أن نجني خبرة وقاركم في النخس والتوبيخ. يعني أنت بقى بخبرتك وحنكتك يعني ظبط، وبخ وكده، أسلوب رائع 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 في الأدب الروحي، الكمال الروحي الحقيقة للقديس كيرلس. بركز على النقط دهيت لأني أحيانا بأصطدم ببعض تعليقات على البابا كيرلس من الأطراف الأخرى، يعني المعاندين
عجيبة قوي، تخلي الواحد يقول فعلا كل معون بينضح باللي جواه. بس شوفوا الجو اللي كان عايشه البابا كيرلس، لم يرتاح قط. يجيلهم كده، يجوا كده 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 طول فترة حياته. في الفترة الأخيرة لم يرتاح قط، عشان كده مرض كتير في الفترة دهيت الحياة. كتب رسالة لأسقف أنطرادوس بيقول إيه؟ إنه ليس من الملائم أن نعترف بإدانة تعليم نسطور الدنسة بلساننا فقط، بينما نتمسك في عقولنا بشيء آخر. إنني أكتب هذه الكلمات بدون تصديق قوي فيما قد قيل لي، ولكني أرغب في أن أعضد رأيي وقاركم. مش قادر يصدق، مش قادر يصدق ان طب ليه بيعملوا كده؟ طب انتوا لو بتقتنع بكده، طب ما تقول اللي بتقتنعوا. ليه توقع على حاجة وتاخد موقف من فكر وفي نفس الوقت تعمل عكسه؟ يعني ازاي حد تخصص في رعاية قطيع المسيح ويعمل كده؟ الحاجات دي بتسبب كانت عثرة للناس كبيرة. كتب رسالة لماكسيموس ويوحنا وتلاسيوس والكهنة ورؤساء المتوحدين، يقول ايه؟ انه غريب على نفس الاسقف الذي قد تكرس ليرؤس الشعب أن يحرم باللسان تعليم نسطور الدنسة والسامة، بينما يكون له عقل مملوء بها ويحول نفوس الإخوة الذين مات المسيح من أجلهم. بيكمل الرسالة، يعني مش بجيبها كلها. وبعدين في الآخر شوفوا بقى بيقول ايه، بيعبر عن مدى يعني الحالة اللي كان فيه. يقول لا تقصروا في تقديم الصلوات لأجلي من أجل الضغط الشديد للأمور المنهمرة علي من كل النواحي، مثل اضطراب أمواج لا يحتمل، إلا إني أيضا أثق أنه من خلال صلواتكم، من خلال صلوات تقواكم، سيكون هناك أيضا هدوء وسلام في المسيح. شوفوا لما البابا كيرلس عمود الدين يعني يقول كده، يعني وصل لمرحلة يعني كان يقول لا تقصروا في تقديم الصلوات لأجلي من أجل الضغط الشديد والأمور أو الأحداث المنهمرة علي من كل النواحي، زي أمواج بحر تتلاطم لا تحتمل. فدي بالنسبة لنشر التعليم، عمالين ينشروا تعليم ويرددوا نفس الأفكار ومش ملاحقين عليهم. احنا قلنا عملوا حاجتين الفترة دهيت، يرددوا نفس التعليم بحيل كثيرة، والحاجة التانية كانوا بيعملوا ايه؟ يرسموا أساقفة لهم نفس الفكر ونفس المنهج بتاعهم. ومعظم الحاجات دي كانت بتتم بتحريض مين؟ سؤدوريتوس.
خلي بالكو قلتلكو كذا اسم كده ما تنسوش، هيبة وسودوريتوس، ولسه في جاي في السكة هيقولكو. فبنقول لم يكتفوا بنشر تعليمهم المنحرفة وينادوا بطبيعتين في أقنوم واحد، كانوا يرددوا من المسيح طبيعتين، الوحدة هي وحدة شخص أو وحدة أقنوم لكن مش وحدة طبيعة. دايما يقولوا شخص المسيح الواحد، في ناس بقى بتنخدع بالتعريف ده، وحدة شخص المسيح، وحدة شخص المسيح، الوحدة هي وحدة شخص أو أقنوم لكن طبيعة، لا ميقولوش وحدة الطبيعة. خلي بالكو التعبير ده لما يتقال كده ناخد لبالنا، هو وحدة شخص، اه هو واحد شخص واحد أقنوم واحد، لكن يا ترى بيقول طبيعة واحدة ولا لأ؟ دي حاجة تاني. بينشروا هذه التعليم، وبدأ سعي سؤدوريس لرسامة عدد من الأساقفة المعروفين بفكرهم النصوري، وخاصة بقى فين؟ في الأماكن المعروفة بالأرثوذكسية، مكان فيه ناس أرثوذكس لا لازم يعني نزعزعه. الكلام ده هتفتكروا ان انا بقوله من عندي متحامل. احد الاساتذة المعتدلين، مع انه من الكنيسة الخلقدونية ايضا، الاستاذ يوحنا رومانيدس، قال ايه؟ قال فسؤدوريتوس تلقى عونا كبيرا في انطاكيا، وازدادت النشاطات المؤيدة لنسطوريوس ازديادا خطيرا، ومن الواضح انه تحت تحريض سؤدوريتوس رسم عدد من النساطرة اساقفة بمن فيهم إيريناوس الكنت النسطوري المتعصب والرديء السمعة والمتزوج مرتين. ده مين اللي بيقول كده؟ الأستاذ أحد علمائهم يعني يوحنا رومانيدز. ففي عام 435 أول حاجة تنيح القديس رابولا مطران الرها، اما قلنا قبل كده، وده كان متمسك بالأرثوذكسية ومؤيد للبابا كيرلس. فقام يوحنا الانطاكي رسم هيبة خليفة له، وهو معروف بنسطوريته، معروف اتجاهه نسطوري واضح جدا. ومين اللي رسمه؟ يوحنا الانطاكي. ومعروف عداؤه للبابا كيرلس، ولما عرف كده بروكلس اسقف القسطنطينية ان هيبة ده يترسم، لفت انتباه يوحنا اسقف انطاكيا برسالة خاصة لهذا الامر، لكن رسمه. فاذا هنا في ايه؟ نية مبيتة او تعمد. ومجرد هيبة ده ما اترسم، وده برضو اسم تاني لازم تحطوه في الاعتبار، سؤدوريتوس ومين؟ وهيبة. بمجرد رسامته على الرها بذل همته بقى في نفس سموم التعليم النسطوري في أبروشيته المترامية الأطراف، يعضده في ذلك نرساي الذي خلفه في رئاسة المدرسة اللاهوتية. ده هيبة كان ماسك المدرسة اللاهوتية هناك، اللي بعده نرساي نفس الاتجاه، يعدده نرساي وغيره من أساتذة المدرسة. وعمل ايه بقى؟ شوفوا، ما هو الواحد ما يكون بقى يعني ملخبط بيبقى من كله،
عبث بنظام الكنيسة طقوس القواعد المستقرة فيها، فرسم ابن أخته أسقفا لحران باسم دانيال اللي مقتبس منه في الحتة دي، ويقولوا هو صفر من صفات الأسقفية، كما كان ابن عمه سفرون أيضا أسقفا لتل موزل، وكان منجما وفاسدا وأساء التصرف بأموال الكنيسة والأديرة. يعني كان ليه حتى أخطاء شخصية كتيرة قوي. وكان هيبة بقى يركز في تعليمه على نشر المبادئ النسطورية بصورة فجة، لدرجة يقول حاجات يمكن فاق فيها نسطور كمان. كان يفصل بين اللاهوت والناسوت أولا، ومن ضمن الحاجات اللي كان يقولها إيه، يقول إني لا أحسد المسيح الصار إلها، ذلك إن ما صار هو صرت أنا أيضا لأنه من طبعي. يقول إن الله الكلمة بمعرفته السابقة علم أن المسيح سيتبرر من أعماله ولذلك سكن فيه. يعني مش اتحاد سكنة، المسيح إنسان عادي والله سكن فيه، لأن الله بعلمه السابق عارف إن ده إنسان كويس. يعني يقول إن يوحنا الإنجيلي قال في البدء كان الكلمة، ومتى الإنجيلي قال كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، فهوذا هما اثنان، هو الكلمة وهو ابن داود ابن إبراهيم ابن. شوفوا تفسير الأمور ازاي. ومرة في عيد القيامة قال ايه، اليوم صار المسيح غير مائت، ويجب أن نتأمل الإله والإنسان منفصلين، الأول أخذ بالنعمة والثاني أخذ بالنعمة. يعني واحد خد التاني سكن فيها. وفي يوم خميس العهد يقول إيه، لا يفتخرن اليهود بأن فأنهم لم يصلبوا الله بل الإنسان المحض. انتوا عارفين الفكر ده اتولد منه ايه بعد كده يعني. ويقول واحد هو الذي مات واخر الذي في السماء، واحد هو بلا بداية والاخر له بداية، واحد الذي من الاب واخر الذي من العذراء. يقول لانه ان كان الله قد مات فمن الذي احياه، إن كان الله قد مات فمن هو الذي أحياه؟ يلقى الأرجوان للملك، كذلك جسد المسيح، وكما أنه إذا أهين الأرجوان توجه الإهانة إلى الملك، كذلك والألم وجه إلى الله. شبه السكنة يعني، عشان نزل، طالما اللي يهين الارجوان يعني مش بيتكلمش على وحدانية، لا ده عشان مين اللي لابسه بس. ومرة برضو اتكلم عن قيامة المسيح، يقول ان جسد المسيح بعد القيامة ليس الذي كان له قبلها، ولما اعترض عليه احدهم متسائلا كيف ان توم الرسول حين شك، مس جنبه ولمس موضع المسامير، فسمع الرب يقول له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. اجاب هيبة ان ذلك كان خياليا، نؤمن ان الجسد هو هو، حتى واحنا في التناول نقول ان هذا هو الجسد الذي اخذته من سيدتنا، هو هو. شوفوا الجو اللي كان عايش فيه البابا كيرلس، رابولا القديس
رحل جابوا ايه؟ هيب. الكلام ده كان لسه في حياة يوحنا الأنطاكي. جه بقى سنة 442 مات يوحنا الأنطاكي، وطبعا كان له دور كبير جدا في تأييد نسطور والتمسك بتعليم أساتذة نسطور، ولا سيما سيئودور المصيصي. وكان ميل يوحنا للفكر النسطوري واضحا، خصوصا عند رسامته هيبة. يعني اللي كان في ناس بتشك، طب يوحنا يعني زيهم ولا لأ؟ انه يرسم هيبة بقى ده يعني، وهو عارفه وتحذر منه عشان يرسمه خلفا لرابولة، رغم هو معروف عن هيبة من اعتناقه النسطورية، ورغم الرسالة التي كتبها الماري الفارسي فيها يطعن في تعليم القديس كورولوس. كان كتب رسالة قبل ما يترسم أسقف، مش عارف قريتها لكم ولا لأ؟ قريتها لكم قبل كده؟ يطعن فيها في البابا كيرلس. فكل ده كان معروف ليوحنا. فالشرقيين الحقيقة كانوا منقسمين فرق. الفريق الأول يقول بالطبعتين، ومنهم هيبة، فيصف يوحنا الأنطاكي في رسالته إلى ماري بأنه القديس والمحب لله، يقول على يوحنا كده. في حين لما يوحنا مات، بتوع الرها اللي هم كان مربيهم ومعلمهم رابولة كانوا شبه بيدعوا على يوحنا، يقولوا فلتنبش عظام يوحنا الذي رسمه، اللي بلانا بالمصيبة دي. فده فريق. وطبعا في فريق تاني ارثوذكسي اللي هو بيؤمن بالطبيعة الواحدة، وده حذف اسمه من الدبتيخة في عام 485، يعني ما عادش يذكروا اسم يوحنا خالص. لان طبعا كانت وصمة انحيازه للنسطورية واضحة جدا. فما كانش الشرقيين كلهم لهم نفس الفكرة، في فريق ارثوذكسي هو اللي كان واقفين لبعض كده يعني، اللي هو زي اللي بنذكرها بعد المجمع القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارقة، فكان بيتذكر أسماء الإيه البطارقة كلهم كده يعني. حصل بقى حاجة غريبة بعد نياحة يوحنا. احنا قلنا او انا سبقت فقلت لكم ان جه ابن اخوه ديمنوس. ديمنوس ده كان اترهب في دير أوتيميوس في فلسطين، ولما نشأ الخلاف في الكنيسة بسبب التعليم النسطوري وعرف باتجاه عمه إلى رأي النسطور، خرج من ديره، راح عشان يقنع عمه بالإقلاع عن ذلك، ما كانش عايزه يمشي ورا الموضوع ده. ولكن رئيس ديره، يقول قيل ان رئيس ديره نصحه كثيرا على البقاء في الدير، قال له انك تبرح الان هذا الدير راهبا، ولكنك ستعود اليه بطريرقا معزولا. ما سمعش نصيحته. لكن لما توفي عمه 442 اتفق مع
إسقاسيس حاكم أنطاكيا، وده ما كانش مسيحي أصلا، واغتصب البطريركية بدون ما يجتمع الأساقفة إلى أنطاكيا كالعادة للانتخاب ووضع اليد، بل أن التنصيب المزعوم تم في خلال 10 ساعات من وفاة البطريرك بلا شروط أو قوانين أو قداس إلهي وتناول من الأسرار خلافا للنظام والطقس المتبع. ده ديمنوس ابن أخو إيه؟ دي بدايته كده على طول. فتصادق مع مين بقى؟ أوي سؤدوريتوس، الطيور على أشكالها تقع. تصادق ديمنوس مع سؤدوريتوس أسقف كورش، وعملوا على تشويش الكنائس وينبضلوا بقى، يتفقوا ينصبوا عليها أسقفة نصاطرة، وأحيانا بدون إتمام الطقس بالكامل. شوفوا بقى اللي جاي، يعني الحكاية عمالة تزيد. معلش اوعى حد يكتئب من الحاجات دهيت، بس احنا ايه بندرس عشان اولا ندرك ابائنا يعني قد ايه جهده. وطبعا دي كان بعض الشخصيات غير اللي موجود دلوقتي، يعني الدنيا بتتغير، لكن بحيث لما يبقى في نسمح او نقرا او نتحاور نبقى فاهمين الواقع، بيبقى بقلب مفتوح كده نقدر نتوصل الى ما يجمع مش ما يفرق. احنا بنقول اللي كان موجود، مش بنفترض حاجات ولا نتخيل حاجات. مين بقى اللي هيترسم بعد كده؟ فاكرين انا قلت اشترطت من الاول ان اللي هيدرس الكورس ده لازم يكون مذاكر كويس المحاضرة اللي فيها مقدمة عامة عن تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين، وإن المحاضرة دي موجودة وبعتنا اللينك بتاعها. عشان كده أنا بشرح في حاجات بقولها باعتبار إن اللي قاعد قدامي فاهم. عشان كده هسأل إيريناوس ده سمعتوا عنه قبل كده إمتى؟ ما تبصوش على الشاشات، اوعى حد يحط حاجة على الشاشات دلوقتي، بتوع الباوربوينت ما يحطوش. نسيته. لا انا فعلا خلي بالكوا الكورس الجاي ان شاء الله هيبقى في غاية الاهمية، بس مبني على اللي بنقوله دوت. عشان كده بقول ما ينفعش ومش ممكن حد يدخل في كورس تاني ما يكونش دخل الاولاني. وبعيد اهو، اي حد عايز يدخل الكورس التاني بنعمة ربنا لو بدأناه هندي فرصة ان يذاكر المحاضرات دهيت ويمتحنها عشان يسمح له انه يكمل الكورس التاني. ان احيانا بأفاجأ بأسئلة واستفسارات بتبقى اللي يعني اللي بيقولها بيعبر انه ما حضرش قبل كده حاجات مهمة او مش مذاكرها كويس، فممكن في حاجات تتفهم غلط كمان.
فالكلام اللي بنقوله ده ما ينفعش حد ياخد حاجة كده من غير ما قبلها وما بعدها، لازم قرص على بعضه. يمكن في أحدكم كان حضر مرة في محاضرة ومشي قبل ما نخلص، بعدين بعت سؤال لا علاقة له باللي بقوله، فقلت له انت كملت المحاضرة اللي فاتت؟ قال لي لا مشيت. قلت له عشان كده بتسأل الايه السؤال دوت. ففي حاجات لازم نبقى واخدين لبالنا منها. كان في اتنين مكلفين من الامبراطور من القادة يتابعوا النظام في مجمع افسس 431. ايريناوس حشر نفسه بقى واحد منهم، هو كان دينيانوس اللي كان مكلف، وايريناوس دخل في السكة وكان عشان يؤيد نصور او كان منحاز لنصور جدا، كان قائد لا علاقة له بالإكليروس خالص، كل ما في الأمر أنه يعني منحاز أوي لمين؟ لنصور. فيقول الكاتب كانت صور في مقدمة المتروبوليتيات الإثني عشرة اللائزة بالكرسي الأنطاكي، كان تبع كرسي أنطاكيا 12 أبروشية، تخضع لها اسقفيات متروبوليتيات، يعني ممكن يبقى تبع المتروبوليتي يعني المطرانية ابرشيات كمان تاني داخلية او اسقفيات، تخضع لها اسقفيات صيدا وعكا وبيروت وجبيل والبطرن وطرابلس وعرقة، ونحو سنة 443 رسم ديمنوس الأنطاكي إيريناوس النسطوري مطرانا لصور خلافا للشرع الكنسي. ليه خلافا للشرع الكنسي بقى؟ إذ كان ذا زوجتين فضلا عن سيرته الذميمة، وكان ذلك بسعي من سؤدوريتوس أسقف كورش، وطبعا كما سبق وقلنا ان كان كنتا انابه الملك سؤدوسيوس الثاني مع كانديديان في مجمع افسس، فشايع نسطور فنفاه القيصر الى بلاد العرب. لما انضم يعني شايع نسطور وانحاز له بشده، الامبراطور نفاه لبلاد العرب ساعتها، قعد 12 سنه هناك في المنفى، ولما رجع رسموا ديمنوس مطرانا على سور بالرغم من انه كان حانقا على الكنيسة بعيدا عن شركتها حتى ذلك الوقت، ملوش في اي حاجة. فلما جلس على كرسي سور غال في تمسكه بمبادئ نسطور اكثر من نسطور نفسه، هو مش فاهم بقى، بل ظهر ذئبا كاسرا مزق المؤمنين الذين شكوه الى القيصر سيودوسيوس. فالامبراطور سودوسيوس امر بنفيه برسامة اخر بدلا منه، وكتب بذلك الى ديمنوس، غير ان ديمنوس لم يأبه اولا للامر الملكي في عزل ايريناوس. ومن اعمال ايريناوس انه رسم اوكلينوس اسقفا على جبيل، وكان هو ايضا متمسكا بتعليم نسطور ومقتديا بسيرة ايريناوس. خلي بالكوا ده اسم تاني تحفظوه، ايريناوس هيبة سؤدوريتوس. لو في اللي رسمه، لا في اللي رسمه مين؟ هيبة، في مش قلنا هيبة رسم رسامات اخرى؟ وصفرون. خلوا بالكم من الأسماء دي كلها.
دي الأجواء اللي كان عايشها البابا كيرلس في السنوات الأخيرة لحياته، واللي عبر عنها زي ما قلت لكم لما كتب رسالة لبعض الكهنة ورؤساء المتوحدين وقال لهم ايه: لا تقصروا في تقديم الصلوات لأجلي من أجل الضغط الشديد للأمور المنهمرة علي من كل النواحي مثل اضطراب أمواج لا يحتمل، إلا إني أيضا أثق أنه من خلال صلوات تقواكم سيكون هناك أيضا هدوء وسلام في المسيح. أجواء صعبة من كل ناحية وحرب بلا هوادة، الأرثوذكس في منتهى الاستقامة، مش عشان أنا منحاز أو كده، يعني كتب التاريخ نفسها تشهد بذلك، ومعظم الشهادات اللي جبتها مش من عندنا على فكرة، من أي حد معتدل ذكر حاجات، يعني حرص ان اجيب شهادات الآخرين، واستشهدت بالأكتر من القديس كيرلس نفسه. الفترة دهيت بالتطور أحداثها بتقودنا وتسلمنا لمرحلة أخرى هيكون فيها جني ثمار الأحداث زهيد. محدش هيقدر يفهم الفترة اللي جاية كويس بشخصياتها وأبطالها ما لم يكن على دراية بالظروف والأوضاع كان شكلها إيه. ديمنوس على سؤودوريتوس على هيبة على إيريناوس على كتير كتير كتير، ولسه لسه أنا بس مرضتش أختمها بالكامل، حبيت أبقي حاجة تربط بين المرحلة دي وبين الكورس اللي جاي عشان يبقى فيها نوع من التذكرة، أما ندخل في مرحلة أخرى يبقى إيه في ربط كده، ما ندخلش في مرحلة جديدة مفصولة عن ما قبلها. عشان كده قررت اكتفي عند هذا القدر في الكورس دوت، وان شاء الله هنكمل المسيرة في الكورس التاني. وزي ما احنا ماشيين هو تاريخ فكر، تاريخ لفكر ماشي ازاي، وان كان الكورس القادم الجانب التاريخي هيبقى غالب شوية مع اللاهوتي برضو، لكن الكورس اللي احنا خدناه الجانب اللاهوتي هو اللي غالب على التاريخي. الكورس اللي جاي هيبقى أحداثه كتيرة شوية ومؤثرة، فأرجو أرجو أرجو ان نتقنه كويس. لكل اللي عايز يكمل معانا لازم يكون المرحلة دي مستوعبة تماما تماما تماما. انا عارفك مني دي اخر محاضرة في الكورس ده، في اسئلة كتيرة وفي اسئلة جاتني على الاونلاين برضو، فهنبدأ ندي فرصة للاسئلة. انا بس في سؤال كان جاني عشان ما انساهوش هبدأ بيه.
في الأخ فيكتور أو الأستاذ فيكتور من شبرا مصر. أنا مش هقول فيكتور مين عشان احترم اللي خصوصيته عايز اسمه يتقال أو ما يتقالش. كتب بيقول: أولا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لنيافتكم على هذه المحاضرات الأكثر من رائعة. شكرا يا حبيبي كتر خيرك، التي جعلتنا نعيش ونتعايش ونحس بالجهد والمجهود الذي عاشه آباؤنا من أجل الحفاظ على الإيمان المسلم مرة من القديسين، فشكرا لنيافتكم. عفوا. ثانيا، من كثرة شغفي بهذه الفترة بعد سماع محاضرات نيافتكم الرائعة، قرأت مقالا لأحد مطارنة كنيسة المشرق الأشورية. الكنيسة الأشورية اللي هي الكنيسة النسطورية، وفيها يلخص رسالة الماجستير التي كان قد تقدم بها لإحدى الجامعات بعنوان التحريم والتحريم المضاد في دفاعها عن نسطور. وأود أن أقدم بعضا مما قرأت في هذه الرسالة لأسمع تعليق نيافتكم، وهذا ما قاله. بيقول أن التقييم الوجيز لمجمع أفسس سيوصلنا إلى الاستنتاج أن المجمع المذكور كان موجها أيضا بالعداوة الشخصية لكيرلس ضد نسطور أكثر من القضايا اللاهوتية التي كانت الأسباب المعلنة حسب الرواية الرسمية، كما أن الدعم المقدم من بابا روما لكيرلس قد حقق له النصر النهائي على نسطور. يمكن استخلاص ما يلي إلا إذا قدمت وثائق تثبت العكس. بيقول: عدم أحقية كيرلس الإسكندري للدعوة لإنعقاد المجمع رغم اعتراضات المفوض الإمبراطوري. أنا هقوله كله وبعد كده هجاوبه حاجة حاجة. يعني غياب النية الصادقة لدى كيرلس الإسكندري الذي ترأس المجمع، التناقض في الإجراءات حيث يكون المدعي هو القاضي أيضا، غياب بطارقة القسطنطينية وأنطاكيا أو ممثلين عنهم، عدم اكتمال المجلس فالجلسة المشتركة لم تعقد حتى بعد اتحاد عام 433 بعد الميلاد، غياب الالتزام بإجراءات المجمع، غياب المصداقية في نقل أقوال نسطور. لأن شرعية مجمع أفسس المنعقد عام 431 كمجلس مسكوني للكنيسة العالمية وقبوله اللاحق من قبل، في حاجة ما كتبهاش مش عارف. أشكر نيافتكم مرة أخرى على سعة صدر لأولادك. أولا الإدعاء بأن القديس كيرلس ان المجمع موجه بالعداوة الشخصية للقديس كيرلس ضد نسطور، يجاوب عليها الرسائل المتبادلة اولا بين القديس كيرلس ونسطور، وروح الحب والاحترام اللي كان بيعبر عنه القديس كيرلس واسلوبه الراقي ومحاولته المناقشة بصورة لا تجرح ولا تتهم.
لأن نسطور كان في القسطنطينية، بابا كيرلس كان في الإسكندرية. البابا كيرلس عرف منين تعاليم نسطور؟ لقى شكاوي منهمرة من أسقفة ورهبان وكهنة إن في تعاليم ضد الإيمان الأرثوذكسي. لما يكون في تعاليم خطأ في مكان، الناس بتلتجئ للكبير اللي في المكان، لكن لما يكون أكبر واحد في المكان هو اللي كده، هيلتجئوا لمين؟ وخصوصا كان معروف على آباء الإسكندرية، ولا سيما البابا كيرلس عمود الدين، تميزه في العلوم اللاهوتية وتمسكه الأرثوذكسي وقرب المسافة، يعني أقرب من روما مثلا. فالبابا كيرلس أما لقى في حاجة تخص الإيمان بدأ برسائل أخوية، واشترك مع أسقف روما في ذلك الوقت، ولكن بقت كل المحاولات بالفشل، وبقى في اضطراب في القسطنطينية. الاضطراب ده ما عملوش البابا كيرلس، الاضطراب ده نتج عنه ان الامبراطور دعا لعقد مجمع مسكوني. هنا بيقول النقط اللي بيستند عليها ان يعني يقول عدم أحقية كيرلس الإسكندري للدعوة لانعقاد المجمع رغم اعتراضات المفاوض الامبراطوري. بالعكس، اللي دعا للمجمع الامبراطور مش البابا كيرلس. وكان في أسقفة من هناك، يعني ممنون أسقف أفسس، ما هو تبع القسطنطينية، يعني تبع المنطقة هناك، وغيره كتير من رؤساء المتوحدين والأساقفة والرهبان، كتير كتير كانوا أرثوذكس. يقول الدعم المقدم من بابا روما لكيرلس قد حقق له النصر. طب أسقف روما قدم دعم ايه غير قناعته؟ يعني أسقف روما ساعتها هو ما بيحضرش المجامع، يعني ما حضرش مجمع نيقيا، يعني ولا اي مجمع، ما كانوش بيحضروا، بيبعتوا مندوبين. فبعت مندوب وبصداقته بالبابا كيرلس قال له، يعني وهو كان عارف القضية أصلا، قال له وقع بالنيابة عني كمان. يعني انت عارفين احنا، ما يكون مثلا في المجمع المقدس وفي قضية هي فيها تصويت، واحد الآباء مضطر لظروف اضطرارية مش هيروح، ممكن بيوكل او يفوت حد، وقع عني بالموافقة او بالرفض مثلا. فوصف روما عمل كده، لكن دعم ايه اللي عمله؟ يقول غياب النية الصادقة لدى كيرلس الذي ترأس المجمع. ايه هي يعني ليه طب ما احنا عندنا الوثائق موجودة، ايه اللي يثبت كده؟ يقول يمكن استخلاص ما يلي الا اذا قدمت وثائق تثبت العكس. بالعكس، اللي يقولوا البينة على المدعي، ايه اللي يثبت كده؟ وان هو كان لوحده، ده مجمع من 200. التناقض في الاجراءات، حيث يكون المدعي هو القاضي ايضا. اولا مش القديس كيرلس اللي هو المدعي، ما كانش في حاجة شخصية خالص، كل الأمور اللي توجهت لنسطور أمور إيمانية لاهوتية، مفيش حاجة شخصية على الإطلاق. والأمور دهيت
مرفوعة من أساقفة وكهنة ورهبان وشعب، شكوى مرفوعة للإمبراطور، وبعد كانوا بيبعتوها للكل، لأسقف روما وللإمبراطور والبابا الإسكندرية البابا كيرلس. فهو عايزين يصوروا ان في اتنين مختلفين، واحد اشتكى واحد وجا عملوا محاكمة، والمشتكي هو بقى القاضي. هو كان بيشتكي من ايه البابا كيرلس؟ طيب قول لي كان ايه هي النقطة اللي كان بيشتكي منها؟ قضية إيمانية، غياب بطارقة القسطنطينية وأنطاكيا أو ممثلين عنهم. أولا القسطنطينية ده نسطور كان بطرق القسطنطينية اللي هو المتهم. أنطاكيا حكينا حكايته، لكن جه في الآخر وقع على قرارات مجمع أفسس في 433، وإن كانوا بدأوا يزودوا عليها ادعاءات أخرى. يقول عدم اكتمال المجلس، فالجلسة المشتركة لم تعقد حتى بعد 433، ما وقعوا على القرارات. اللي ما كانش حاضر اللي هو يوحنا ومن معه وقعوا على القرارات. غياب الالتزام بإجراءات المجمع، إيه هي اللي ما حصلش في إجراءات المجمع؟ يعني كلام كده يسموه في لغة القانون اتهام مرسل أو كلام مرسل. إيه هي الإجراءات اللي هي ما حصلش التزام بيها؟ يقول لنا هي إيه هي؟ غياب المصداقية في نقل أقوال نسطور، ده في رسائل هو اللي كاتبها وبعدين ما جاش ليه ودافع وقال، ما دعوه ورفض الحضور، ما جاش ليه ودافع. فدي حاجات الحقيقة نفس التشابهة بالألوهيبة في رسالته، ان في عداوة بين شوفوا الادعاءات اللي هي القديمة اللي قالها هيبة وكانوا يرددوها، بيحولوا القضية ايه؟ قضية شخصية واجراءات. زي واحد يكون غلطان كده في حاجة والغلط واضح قوي، فيجي حد كده غلط فيعمل خناقة، ايه اللي بتعمله ده؟ يعني انت كده مش غلط؟ بس مش كده، مش بالطريقة دي. يعني يحولها لإيه؟ لأني يحاول يشخصنها كأن خلاف بينه وبين اللي جاي يقول له أنت غلطان يعني. فده السؤال بتاع الأخ فيكتور. حد بيقول كيف هيبة وهو أصف رسم وأساقفة وهما مش بطاركة؟ لا، هي كان في متروبوليتيات، يعني ممكن كان في النظام، ممكن يبقى مطران ومعاه أساقفة. ففي ممكن يرسموا، كل كنيسة بيبقى لها تقليدها شوية. يعني احنا مثلا في تقليد كنيستنا ان لازم اللي يرسم البابا بس ما يرسمش لوحده، لازم يكون على الاقل اللي يقوم برسامة ثلاثة بحد ادنى يعني. ففي لو ابرشية كبيرة مثلا واب كبير ومحتاج حد يبقى معاه بيطلب وبيترسم له أسقفة تاني ويتحدد لهم اختصاصات. ده مواضيع جانبية خارج الموضوع برضو. ايه هل أدان مجمع أفسس شخص نسطور لكونه حيا أثناء المجمع ولكونه متمسكا بأفكاره الهرطقية
طبعا. وهل إدانة فكره في المجمع يعد إدانة من المجمع لسيئودور وديودور الذين لهم نفس الفكر ممن سبقوه؟ يعتبر، لأن القديس كيرلس قال في إدانة المجمع لفكر نسطور ما أدانوش هو بس، أدان كل ما هو قبله وبعده. الفكرة هيبقى مدان طبعا. في حد كان سأل سؤال المرة اللي فاتت، بيقول حللني يا سيدنا، حابب أوضح سؤالي. في الأسبوع الماضي كان عن معرفة الابن للساعة وقول السيد المسيح ولا الابن. أنا غير معترض على إخلاء رب المجد لمجدي في التجسد ومفهوم الإخلاء كما أوضحت نيافتكم، أن السيد المسيح لم يستخدم قدراته اللاهوتية في خدمة ناسوته. أنا ما جبتش السيرة دي خالص، يعني كاحتمال الألم والجوع والعطش والمشاعر الإنسانية اللي كانوا استخدمها لخدمة الشعب، ما جبتش، أنا ما اتكلمتش في التفاصيل دي خالص. مما يظهر السيما هو أخلى نفسه من قدراته اللاهوتية، لم ينتقص شيء من هذه القدرات. تعبير أخلى نفسه من قدراته اللاهوتية مش مظبوط، لم ينتقص شيء من هذه القدرات. لأنه طب إزاي أخلى؟ ولو إحنا قلنا أخلى نفسه من المجد الظاهر، لكن لم يخلى نفسه من قوته يعني أو معرفته. ومن هذه القدرات أنه كل المعرفة صح المزخر فيه كل كنوز الحكمة، نعم، ولكنه هنا يقول ولا الابن يعرف. فهو هنا يتكلم عن الأقانيم الآب والابن والألفاظ محددة، فكيف لا يعرف؟ أرجو التوضيح. أولا الله واحد، قالوا له أرنا الآب وكفانا، قال من رآني فقد رأى الآب. فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ أنا والآب واحد، واحد في الجوهر. كل ما للآب فهو لي. ليس أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. يعني الإعلان ده مش لكل حد، ومن أراد الابن أن يعلن إيه له. يبقى إذن مين هنا المنوط به الإعلان؟ الابن. في حاجات ممكن تعلن بس إعلانها مش لكل حد. وفي موقع آخر يقول الله لم يعرفه أحد، لم يره أحد قط. الابن الوحيد اللي هو في حضن الآب هو خبر. مين المنوط به انه يخبر ويعلن؟ الابن. طب اذا كان في امور جعلها الاب في سلطانه وحده، يعني دي مش من اختصاص ان الابن يعلنها، مش من الامور الايه المعلنه، لان جعلها دي مش هتعلن. يعني ولا الابن يعني دي لن تعلن، لان لازم نفهم الكتاب، نحط الكتاب كله جنب بعضه. كل ما للاب فهو لي، انا والاب واحد، الله لم يرى احد قط، الابن الوحيد اللي هو في حضن الاب هو خبر، لا احد يعرف الاب الا الابن، ومن اراد الابن يعلن له. فاذا الاعلان مش لكل حد،
ولا كل حاجة تعلن. هو قال كده: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطان وحده. يعني مع إيه في سلطان وحده؟ يعني دي حاجات مش هتعلن، يبقى الابن مش هيعلنها. فهنا بيخاطبنا كبشر. تعرفين في اللغة الكتاب بيستخدم تعبيرات يعني دي مش هيقولها. يقول: أرجو توضيح عبارة إن الإيمان بوحدة الطبيعة هو الإيمان بالأبولينارية، ورد البابا كيرلس على اتهامه بالأبولينارية أنه وحد بنفسه جسدا حيا، فهل هذه تعني أنه أحضر جسدا من السماء؟ لا، كلام ملخبط خالص. الإيمان بوحدة الطبيعة هو الإيمان بالأبولينارية، ما يتقالش كده. لا، هو أبوليناريوس قال بطبيعة واحدة، لكن احنا بنقول بطبيعة واحدة، لكن فرق كبير. هتقول اه ده بوحدة الطبيعة، وحدة الطبيعة نعم، ده بينادي بالطبيعة الواحدة وده ينادي بالطبيعة الواحدة، لكن فرق كبير. أبوليناريوس قال طبيعة واحدة حصل فيها ان اللاهوت حل محل النفس الإنسانية أو الروح الإنسانية، لكن رد عليه البابا كيرلس أو بيرد على الأبولينارية بيقول مش ان المسيح وحد نفسه جسدا حيا، لا، جسد ذو نفس أو روح عاقلة. جسد بروح إيه؟ عاقلة. فهل هذه تعني أنه أحضر جسدا من السماء؟ إيه هو اللي يحضر جسدا من السماء؟ وحد نفسه بجسد، يعني ما اتحد بطبيعتنا بطبيعة كاملة، روح وجسد أو جسد وروح، عكس ما قال أبوليناريوس ان اتحد بجسد بدون روح انسانية. يلجا في رسالة هيبة الرهاوي لماريس ان القديس كيرلس قال انه لا يجب التمييز بين اقوال ربنا عن نفسي او اقوال الانجيليين عنه. ارجو التوضيح، ما هو الفرق بين اقوال المسيح عن نفسه واقوال الانجيليين؟ اولا صياغة السؤال مش دقيقة، لكن زي ما شرحنا في السؤال الاولاني ان ما فيش تمييز بين الطبيعتين، ما نقولش دي بالطبيعة اللاهوتية ودي بالطبيعة الناسوتية. اي اقوال او افعال تنسب للطبيعة الواحدة للاله المتجسد، ده واحد. وبعدين بيقول ايه؟ وفي نفس الرسالة يقول: وفقا لاقوال الاباء بطبيعتين وبقوة واحد وفرسوف واحد، فهل يعني هذا أنه يوحد الشخص ويفصل الطبيعتين؟ وأي شخص يوحده أو يقصده، أو أي شخص هو الحامل للطبيعتين؟ هو فعلا هيبة اللي قال بكده، مش الآباء اللي قالوا كده. هو بينسب للآباء حاجة لم يقلها الآباء، اللي قال كده سيؤدور وديودور، معلش، ان يقولوا شخص واحد او برسوب واحد او فرسوف واحد بطبيعتين. يقول في تعليق نيافتكم على رسالة هيبة اتهام القديس كيرلس بالسقوط في بدعة أبوليناريوس لأنه قال بطبيعة واحدة للإله المتجسد. يعني هو اتهمه بكده، انه يقول بطبيعة واحدة. وفي اتهام خصوم البابا كيرلس له بذلك رد على الخلقوديين الذين يدعون بأن القديس كيرلس كان يقصد الأقنوم الواحد وليس الطبيعة الواحدة. دي أنا قصدت بيها حاليا الخلقوديين حاليا يقولوا أن القديس كيرلس يقصد بالطبيعة الواحدة الأقنوم الواحد في طبيعتين، بالأقنوم الواحد. فلما بقول هيبة اتهموا انه بيقول بالطبيعة الواحدة، اذا
كان مفهوم ساعتها ان القديس كيرلس يقصد بالطبيعة الطبيعة مش اقنوم. فدي فيها رد على الخلقدونيين بخصوص المصطلحات، انه بيقولوا ان القديس كيرلس كان يقصد بالطبيعة الاقنوم، ففيما هو بيتهمه في رد على الخلقدونيين ان معنى المصطلحات عند القديس كيرلس كانت واضحة للكل ان يقصد بالطبيعة الطبيعة. بعد اذن نيافتكم، من شد انتباهي ما قلت لنيافتكم ان نحرم فكرا ولا نحرم اشخاصا، وهذا ما ينطبق على سيودوريت. لا، ما جبتش سيرة سيودوريت برغم من بشاعة ما فعله من محاباته للنصور. انا قلت كده يمكن تقصد سيودور، سيودور غير سيودوريتوس. سيودور كان مات مش محروم، ولكن أدين فكره من خلال، لأنه مطابق لفكر نصور في مجمع أفسس. يعني العلاقة مش موجودة بين يعني دخلتنا في موضوع تاني خالص وفي قضية أخرى. هو أوريجانوس، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. في سؤال ممكن أجاوب، بيقول في أسئلة الامتحان الخامس، صح أم خطأ؟ يقول السؤال: أثبت هيبة إيمان القديس كيرلس بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. نموذج الإجابة يقول صح، ده صح، في حين أن هيبة في رسالته ادعى أن البابا كيرلس حرم الذين يقولون بالطبيعة الواحدة. أرجو تفسير ذلك. طبعا هيبة هاجم البابا كيرلس لإيمانه بالطبيعة الواحدة، لكن لما حصلت مصالحة 433 حصل فيها ادعاءات. من ضمن هذه الادعاءات زي ما هيبة بيدعي ان بالمصالحة دي كأني مين اللي كان مغضوب عليهم؟ القديس كيرلس، كأنه هو اللي بيسعى للصلح مع يوحنا الأنطاكي واللي معاه، فما قبلهوش غير لما حرم اللي بيقولوا بالطبيعة الواحدة. فاهمين الحكاية؟ يعني بيقولوا كان بيتهم بكده لأنه بيقول بالطبيعة الواحدة، لكن عدل فكره وحرم اللي بيقولوا بالطبيعة الواحدة. فإنه قال كده، قال الاتنين هيب. الامتحانات دي أحيانا بتبين الواحد فاهم كويس ولا لأ. في سؤال جديد: سلام المسيح يا سيدنا، حقيقي استمتعنا واستفدنا كتير من الكورس، ربنا يعوض تعب محبتك لأولادك. السؤال: هل الكورس اللي هينتهي اليوم سيكون له شهادة أم لا؟ احنا بنعمل امتحان لكل محاضرة على حدة. هنعمل امتحان للكورس على بعضه، بس هيكون مثلا نسبة المحاضرات هتتراوح، امتحاناتها هتتراوح نسبتها في الامتحان العام ما بين 60-70%، والامتحان الشامل الأخير 30-40%. وهيفضل محتفظين بالنتيجة انه نجح في امتحان الكورس ده. الكورس ده انا زي ما قلت احنا سميناه الكورس الاول، لكن هو تحت عنوان كبير: تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الارثوذكس والخلقدونيين، مجموعة من الكورسات المرتبطة اللي ما ينفعش واحد يدخل كورس تاني ما يكونش دخل الاولاني.
فالشهادة الكبيرة هتتاخد في الآخر خالص. ممكن واحد نجح في الكورس الأولاني، لكن لما تخلص الكورسات واللي ينجح فيها يعني نشوف بقى كم كورس، يعني دي اللي هي تبقى حاجة فعلا اللي يجتازها، دي اللي نشهد له انه يعني يعني بالاستحقاق. يعني عشان كده احنا هنفتح المجال للامتحان، يبقى مفتوح اللي عايز يطلب وينزلوا له امتحان خاص بيه. كل واحد بيجي له امتحان مختلف عن التاني على فكرة. يعني مش انا اللي بقوم بالمهمة دهيت، لكن هي الكورسات مترابطة. ممكن نقول ده الترم الاول او الفصل الاول، احنا سميناه الكورس الاول، لكن انا قايل شرحه من الاول ان هيكون من ضمن مجموعة كورسات مترابطة. ممكن نعمل الاتي، معلش بس ربنا يسهل الامور ويعني حكاية كورونا ده هي تخف شوية. ممكن قبل ما نبدأ الكورس التاني نعمل زي حفل صغير ندعي فيه كل اللي هم بيتابعونا اونلاين، واللي نجحوا يبقى فيه نوع من التكريم والاحتفال بيهم بصورة رمزية وتمهيدا للدخول في الكورس التاني. ممكن يبقى حاجة زي كده. يقول حللني يا سيدنا، خلال مجمع أفسس تم حرم نسطور وتعليمه، فلماذا اضطر الإمبراطور لحرم تعليم نسطور بعد ذلك في حين أنها كانت محرومة بالفعل في المجمع؟ لا، هو جرم تداولها، التداول يعني انتشارها وطبعها او كتابتها ونسخها ونشرها، ده بيعمل بلبلة. فالامبراطور اصدر قرار بتجريم اللي ينشر هذه التعليم، لكن المضمون محروم من المجمع. يعني يا سيدنا اللي يوجد تميز للطبع، لكن يوجد تميز للاعمال والاقوال والصفات؟ لا، تميز صفات بس. يعني أنسب حتى الأعمال والأقوال بصفاته الإله المتجسد، يعني تنسب للإيه؟ تألم بالجسد، لكن الجسد ده مش طبيعة، ده عنصر من الطبيعة المركبة الإله المتجسد. في السؤال اللي كان جالنا بتاع سوريا ده، كان ناس بيقولوا ايه، بتقول ايه، برخمور، اتضح ان في حد من العراق، يعني من برضو العراق، في الكنيسة السريانية هناك. استفدنا بكلمة وعرفنا معنى تاني. انا نفسي بقى لو حد من اخواتنا السريان يعرف سرياني ممكن يتعاون معانا في كتابات مهمة جدا محتاجين ترجمتها من السرياني برضو. يبقى كويس لو يعرف يتواصل معانا. على ما اعتقد يعني ان كده جاوبنا الكل يعني. والى هنا اعاننا الله. اي ابونا اتفضل. اي
أي حامل إيمان ونبذ عن مين؟ أي أي كلهم عانوا، والبابا أثناسيوس عانى برضو. وبعدين احنا بنكرم هنا على المستوى الكنسي، لكن الكرامة الحقيقية فوق يا بونا. ده في ناس ما خدوش كرامة خالص هنا، خلي بالك يعني، وتعبوا كتير. ده عندك واحد زي البابا ديوسكوروس، لما هندخل فيه دلوقتي في المرحلة الجاية كمان، عانى الأمرين ودخل في ظروف صعبة. وأحيانا بعض من عدم الدارسين كويس ما يدوش حقه كويس، فلقب القديس كيرلس بعمود الدين وعمود الإيمان ده لقب مش قليل، ويعتبر فلتة من الزمان. يعني أعظم واحد اتكلم عن سر التجسد القديس كيرلس بصورة رائعة، لدرجة على قد الحاجات دي ممكن بتضايقنا المشاكل اللي حصلت، لكن زي ما بنقول يخرج من الجافي حلاوة. يعني احنا بنشكر الحاجات دي، بتبقى ليها فايدة، بتخرج لنا ضرر. طبعا احنا هنا بنتكلم في حدود يعني متخصصة جدا في نقط معينة، لكن لما نمسك كتابات القديس كيرلس كلها وتفاسيره وتعاليمه، غنى غير عادي. لما شرح في العهد القديم بالذات شرح فوق الرائع، في تعبيرات وأقوال في الكتاب المقدس فوق الرائع. فدي كلها حاجات موجودة، والبابا كيرلس متلمز على البابا أثناسيوس. تعرف ان البابا أثناسيوس الرسولي ارتاح عزك، القديس كيرلس عمود الدين كان ابن اخت البابا توفيلس. البابا توفيلس كان ليه اخت، والاتنين كانوا ايتام. مين اللي اهتم بتربيتهم؟ البابا أثناسيوس. ما كانش ليهم حد، فاعتنى بيهم. ودي يورينا في الرعاية درس عملي. خلي بالكوا أبائنا دول مش قديسين في الإيمان وفي الفكر وبس، في حياتهم في القداسة. يعني احنا برضو بنلفت انتباه، نقول ان الارثوذكسية دي مش ارثوذكسية حوارات ومناقشات ومجادلات فلسفية وبس، لا، كان مقترنة بسلوكيات روحية عميقة وحلوة. فالبابا أثناسيوس اعتنى بيهم. البنت كبرت واتجوزت وخلفت مين؟ البابا كيرلس. والولد كبر وبقى تلميذ للبابا أثناسيوس، وبعد كده بقي البطرك من البطارقة العظام البابا توفيلس. يعني كان من الشخصيات العظيمة جدا، واهتم بتعليم ابن أخته اللي هو البابا كيرلس، وكان موهوب من صغره، واهتم بتعليمه مش على المستوى المعرفي فقط، ده بعته في البرية 5 سنين يتتلمذ على أحد الشيوخ الكبار عشان يعيش، يدرس ويعيش الفضيلة والتقوى والروحانية الأصيلة العميقة. وكان يتمتع بصوت جميل، لما كان يقف يقرأ الإنجيل كده كان يعني
يقوله وهو فاهم، فيوصل في إحساسه وفهمه للحاضرين يستمتعوا بمعاني الإنجيل اللي موجودة فيه غير شروحاته ليه. فكان موهوب وكان في تقوى غير عادية وكان غيور على الإيمان. شوف حتى أسلوبه في عز الصراعات اللي هو فيها، شوف أسلوبه الأدب الروحي الراقي العالي اللي كان بيتعامل بيه مع خصومه. شوف اما حصل المصالحة ديت، رغم ان عملوا الدعاءات بعد كده، كان فرحان قد ايه بالسلام وتغاضى تماما عن كل الاساءات اللي حصلت له. اللي بيقولوا ان كان في مجمع افسس يعني مدعم، البابا كيرلس في مجمع افسس اتسجن وترمى في السجن، هو ممنون اسقف افسس اللي كان مدعم نسطور بأصدقائه اللي من ضمنهم إيريناوس اللي قلنا عليه دوت. فعانى واتبهدل لدرجة رجع مريض رائد. بولس أسقف حمص لما جه لقاه رائد مريض، مرة ما قدرش يكتب خطاب لماكسيميانوس أسقف القسطنطينية، خلى تلميذه ملى تلميذه كتب واشتكاله ان يعني ايه معلمه تعبان، يا ريت يعني تعاونه شويه معاه، مش الحمل يبقى عليه لوحده. فعانى كثيرا، فلما كان في الكنيسه ما نقدرش نقول، لكن مين قبل مين؟ طب ما احنا حاطين القديس ساويرس فوقهم هم كلهم كمان. هل تعلم احنا حاطين القديس ساويرس قبل البابا أثناسيوس وقبل البابا كيرلس وقبل البابا ديسكوروس، مع انه تلمذهم، لكن ترتيبات الكنيسه ليها حكمه. كل اعتزاز القديس ساويرس انه متتلمذ على الاباء دول. طب ليه نحطه قبليهم؟ ليها حكمه هنعرفها. انا قلتها قبل كده اما اتكلمت في مؤتمر عن القديس ساويرس كتاباته وفكره، ومره اتكلمت برضه في مؤتمر عن التربيه الكنسيه في الاحتفال المئوي للتربيه الكنسيه عن الموضوع دوت، وقلنا ليه بنقدم القديس ساويرس. فاحيانا التقديمات دي بيبقى لها معنى تعليمي، زي بالضبط اما بنجيب مجمع او تحليل الخدام بنجيب اسماء مين في مجمع القداس، مين الاسماء الموجودة وترتيبها ايه، لان في ناس ما بتبقاش فاهمة مظبوط فيتهيأ لها ان كل قديس لازم يدخل المجمع. عشان كده حتى في القرار الأخير للمجمع بقداسة البابا كيرلس السادس والأرشزياكون حبيب جرجس، يعني ما تقالش إن يتحط في المجمع، للأسف في بعض كهنة يذكروهم. لا، مش معنى إن كل قديس يتحط في المجمع. المجمع بتاع القداس تعليمي. أنتوا عندكم مثلا القديس ماري جرجس أمير الشهداء مش موجود في المجمع. أبو سيفين بكل شهرته، المريمين العجيبي مش محطوط في المجمع. فالحاجات الليتورجية والطقسية بيبقى حط بهدف تعليمي، فتحط أبطال الإيمان لأن الإيمان أساس الحياة الروحية. ما بنفصلش العقيدة عن السلوك، عن الحياة الروحية أبدا أبدا أبدا، وده منهج كنيستنا الأرثوذكسية. فالكنيسة بتهتم بتحط الأسماء اللي احنا هنمشي على خطاهم في الإيمان المستقيم. لو مشينا في الإيمان صح الثمرة هتتحقق تلقائيا، ثمرة مستقيمة أيضا، السلوك هيبقى مستقيم.
فالترتيبات الطقسية في التقديم والتأخير والذكر وعدم الذكر بيبقى لها معايير أخرى ومفروض نفهمها، لأن برضو بنلاحظ يقولك طب نقول في المجمع قديس الكنيسة، طب نقول قديس اليوم، وفي كهنة يدوا لنفسهم صلاحيات ان هم يضيفوا زي ما هم عايزين او لا. انتوا تلاحظوا ان المجمع خد سياق معين لغاية اباء المجامع، نمباجيوس 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 نمباجيوس، وبعد كده ختم نمبشوم تشيم تشمين تفسوت نمبشتيف نقصد نصنافش انت افسوس، وبعد كده بدل يقول نمباجيوس نمبنيوتس دخلوا في اباء الرهبانه كمعلمي الرهبانه، نمبنيوتس نقول نمبنيوت او نمب لا بس بنقولها يعني حتى اخذت تعبير اخر، بس المفروض الاباء المعلمين برضو يعني الهدف تعليمي، لكن كله كان بتوع ايمان، وده لفت نظر يعني. عشان كده نلاحظ في تقديم بعض الاسماء، تلاقوا مثلا القديس ساويرس وديسكوروس يتقدموا على أثناسيوس وكيرلس كمان. مين تاني بيتقدم؟ اللي هيقوله هيبقى شاطر. في حد بيتقدم على اللي قبله؟ لو حد قاله يبقى نعم. لا مش هو ده المقصود. نعم البابا سيودوسيوس صح، قلتها انا قبل كده برضو يوم ما كنا خلوة في الكهنة مع الاباء الكهنة في الدير السوريان، مش كده؟ انا فاكر، بس كويس ان قصك فاكرها. البابا سيودوسيوس برضو لانه اتنفى فترة طويلة جدا 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 بره كرسيه. فعايز اقول ان ترتيبات الطقسية لكنيستنا بيبقى لها معنى تعليمي او هدف تعليمي، مش معايير كده يعني بدون هدف. فكلهم عظام، لكن بيبقى كل حاجة ليها معنى وليها غاية، لكن مجدهم كله في السماء. احنا في الأرض هنا هنعمل ايه؟ احنا بنحاول الفايدة لنا احنا، مهما مجدنا او عظمنا هم خلاص فوق في المجد الاسمى، لكن احنا اللي بنستنير. انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بايمانهم، نفهمهم صح، نفهم حياتهم صح، عشان نقدر نستفيد من عبر التاريخ ومن تعليمهم واستقامتهم. ربنا يدينا. نعم ما يزيدش تاني. الطقوس مرنة لكن إلى حد ما خلاص وصلت لنوع من الاستقرار، يعني ما فيش معنى للتزيد يعني احنا بنقول مش عايزين. ده في ناس تنادي ان عايزين نقلل شوية بعض الحاجات عشان التطويلات، نختزل حاجات. طب انا بقول على الاقل بدل ما نختزل ما نضيفش لكن ما نختزلش حاجة. يعني اصوام اللي بيقولوا انخفض، لا ما انخفضش، بس على الاقل ايه ما نضيفش حاجة يعني، بس نلتزم باللي موجود. يعني الصلوات برضو كذلك، نحتفظ بالحاجة اللي موجودة ما نفرطش فيها،
لأن التزويد بحاجة مجرد الدخول ساحل الطقوس مرنة، لكن كتر الدخول والخروج فيها هيخلي فيها اهتزاز عدم استقرار، لو أدخل وخرج مش هيبقى كويس، فكل ما بيكون فيها استقرار بيبقى أفضل. وبعدين الإيمان احنا في القرن 21 كل ملامح الإيمان واضحة ومستقرة، يعني ما فيش يعني أي حاجة جديدة تحتاج إن احنا يعني نعدل فيها. أشكر حضوركم وحسن أنصاتكم، وهتوحشونا يعني في الفترة دهيت. نعم صلوا لنا يا ربنا يحسن الأمور شوية، وإن شاء الله في القريب العاجل ممكن نستأنف الكورس التاني. شكرا.